sit down. No. No sit down. عندك كرامة يا طويل العمر، عندك كرامة شوي. اسأله وش علومكم وش أخباركم. بالإنجليزي ولا بالعربي؟ بالعربي. You can speak Arabic, I will translate to English. Yes, تكلم بالعربي. وش وضع الشباب هنا؟ وش مستنقصاتكم اللي ناقصتكم؟ وش متطلباتكم؟ العمدة ما حضر هنا إلا بينفذها بالشكل المطلوب. According to Mr. President, guys, what he said right now, he said what you want, guys, from this week, if you have any problem and if you have any things you want to do, he will do it for you. Clapping, guys. What's he going? يقولون مرحبا بكم أسهلا. وأوامرك كلها مطاعة. البقى. سلامتك. البقى. وين اللي صبق هوا؟ Excuse me, Mr. فهد. Come here. كلهم أجانب. No. There is four guys. They are from Canada and five or six guys from Saudi Arabia. وش يقول؟ يقول شيء من السعودية وشيء من كندا وشيء. كله بيض الله وجهك. فيس. وايت اوكي ثانك تو فيس ما ان شاء الله بلحقكم ان شاء الله اي شيء وامركم كلها بتنفع فيك وراك فيك وراك اموركم زينه رح منا اي تاكد منها شوف يشرب منها اذا ولا شيء جو اي خلاص اوكي ثانك يو سو ماتش ثانك يو ماي فريند اكسكيوز مي اكسكيوز مي كان يو جو تو هاف ا سيت بليز مستر بريزيدنت يو كان سي وات يو وانت فروم ذم وايت يقول شيء من عطهم أوامرك وعطهم سام طال عمرك هذه الأوامر اللي أنت مخطط لها طيب أسبوع. الشيخ لا دخل الاحترام والوقوف يقول العمدة إذا دخل الوقوف وعدم مقاطعته في أي شيء according to president he said when he is come Please, everybody sit down. حركات بركات طاعات Excuse me, please. Excuse me. I'm sorry. I'm so sorry, Mr. President. خلاص خلوه. حركات بركات. خلوه جعلك من خلال. Go. يعني تعال. No, go. يعني راح وراك خلاص خليه يجي هذا ناشب خليه يجي يا زحان خليه يجي What is this? Shut up your mouth اقعد ربطه يا طول عمر ربطه اريو يا ارقد ربطه ارقد اريو خلاص خلوه يا زحان خلوه لا تكلم احترام المساعدين What's this طاعتهم في كل شيء احترام مساعدينه اللي هم بركات وطاعات وحركات وزوحان بالشكل المطلوب وعدم رد اوامرهم شتب وش يقول يقول ابني خذعه ابني اي سيد اخذعه مسلم خله اترك دامك مسلم خلاص اترك Do you want me to translate right now? Yes. According to a president, he said, guys, what you say? Yeah, respect his staff. So, Mr. Ta'at and Mr. Zohan and Mr. Barakat and Mr. If they are said anything, please respect them because they are assistant for the president. What's your name? This your black man. Yeah, Barakat. ربطه واحد منكم يقعد عنده ذا هذا اقلقنا فيه طيب وات يور نيم في اوامر هنا يا اسمع اتفضل يجب ان يكون اسبوع حافل يليق بمقام بس يا مان سطر اوكي اكسكيوز مي بليز سايلنت بليز سايلنت مستر فهد بليز سايلنت اي ويل ترانسليت ليتر اون اوكي مس عليه مس ذا مو بنافع معه الا المس مس عليه اقوى شيء اصبر خلينا نخلص الشغله اوكي سيد يقول العمدة يبي ذا أسبوع حافل يليق بمقامه ومقام مساعديه حافل بالمزح والضحك ومليء بالمفاجآت والفعاليات According to Mr. President, this week will be amazing week for him and he promised you guys he will be make a festival for our side and please say thank you for the President
Thank you, thank you, Mr. Umda. Yes. Thank you. I don't care. Oh my gosh, oh my gosh. Please, please. Oh my gosh, oh my gosh. Please, كل نفر shut up. Okay, please, what he said, the president? Yes. Close your mouth. Why close mouth you? يا ليلل هو اليداء هذا أنت. أنت بتسكت ولا لا؟ I don't speak Arabic. English, please. برا برا. ها؟ بشت برا. What do you say? سامح. Yes, برا. سامح. Yes, thank you, عمدة. Come here. Thank you. I love you. Thank you. يقول العمدة أي متطلبات أو أي شيء لا تشغلونه هو. هو عنده الأمور العليا. أمور القرية هو. علموا مساعدينه والمساعدين بيدرسونها وبيشوفون أمورها اشكر لي حسن المليكي والعمدة يشكر الإعداد حسن المعد حسن المليكي حسن المليكي لاحترامه لهذه الفقرة بالشكل المطلوب واللي معه كلهم مشكورين واللي معه وكلهم اللي حوله سلمني ابو علي ابو عبد الاله ونسلم على ابو عبد الاله سلمني على ابو سلطان ونسلم على ابو سلطان قول جعل فالح اللي ماني بقايل بريزيدنت ونسلم على فالح بعد بريزيدنت نوبدي اندرستاند كان اي ترانسليت يس يس يا اكسكيوز مي كان يو ريبيت بليز يا عمده مستر Can you repeat everything? Yeah, yeah. Again, again, Mr. Barakat, what he said? Barakat. Yeah. Again, what he said? Yes. يقول أي متطلبات okay. من الشباب. According to Mr. President, any request from you, you can request to the staff. Don't request to President. يدرسون هالشباب وبعدين يحولون. They will study. إذا كان شيء يستاهل حولوه للعمدة. Okay. They will study your situation. مستر بريزيدنت خله يتكلم خله المترجم المترجم جاي مين عبد الله مو واجد ما هي بشوي خله يتكلم المترجم اسلم according to Mr. President if you have any request guys please give to the staff and then they will study and then they will transfer the situation to Mr. President for the emergency oh this is good والله مساعدين انهم يطبقون يس كله يقول العمده ان المساعدين يحق لهم انهم لو يخنقون بعض المتسابقين اذا لم يطيعوا الشور نعم according to president excuse me how can you understand I'm not speak until now speak Arabic ارفغه هو طلع العمده ارفغه دخان How are you? Anything, Mr. Where are you from? Yes. Any good with you? Come. بخير. Problem. بخير. Captain, ما أفهم إنجليزي. العمدة عندها أمر ثاني. نعم. What he say? Problem. يقول. Come here. العمدة إن سلطان الأمير مشتبه فيه لازم إنه يجينا هنا. Come here. Can you have a seat, Mr. سريت زي سرير جنب حقي. حقي أنت لا أنت تتكلم هندي كذا. Your hand behind you. نعم لا تجيبه للعمدة إلا أنت مفتش سلطان شايف أموره سلطان. كلها ها؟ لا. This one checkpoint for the president تفتيش شخصي للرئيس القرية نعم حركات خاف يبي حركات شيء من الاغتيال ولا نظارته شيء حلوة جبها نظارته حلوة جبها تبي تاخذ النظارة مصلحة لك ذا النظارة لا يا لا فشل حركات سم اختار لي على ذوقك واحد من الكابات اللي على الشباب كابات؟ ايه يساري عمدة تسلب الناس هذا المشتبه فيه طول العمر كيف الشاهي لا تكبه الشاهي لا تكبه ترى بنخضعك بذي اكسكيوز مي مستر فيصل لا تحرجني كذا وديك خلاص خلوه مشتبه فيه وربطناه وتعبت بعد تبي بعد من اغراض الشباب خليك عطاه اي عقاب خلص وش تبي من اغراض الشباب بعد؟ خلاص خلاص لك هذا تفضل لك هذا Anything, Mr. Yes. Thank you. Thank you, Tarjan. Okay. Thank you. Thank you so much, Mr. President. I'm so happy to translate. Excuse me. Thank you. Thank you so much. I'm so happy to translate everything to you, Mr. President. And really, really, I'm so happy to stay with you. Yeah. تعالوا يا شباب سلطان ام نوت هابي فور جوينج تو هي يبي يسلم على الشيخ يا ربع تعالوا لا دقيقه تعالوا شوي السلام تو تعالوا